واش الشباب كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين لاباس بصحه جيده بطبيعه الحال. قبل ما يبدا الفيديو الدراري ما تنساوناش بالسيبور ديالكم، لايك شي كومونتير زوين، ما تنساوش تابوناو الدراري وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ديالنا. فبلا ما نطول عليكم في بدايه الفيديو اليوم الدراري، فيديو مختلف تماما على كاع الفيديوهات السابقه. اليوم الدراري نشرح لكم واحد البلان، البلان ديال اليوم الدراري ما تخصك فيه حتى خبره حتى يعني سابقه درايه بالمجال، فغير تبعوا معايا في هذا الفيديو الدراري نشرح لكم كل شيء اون ديتاي. ندخلوا الدراري كامل ونشرح لكم ايطاب بار ايطاب كيفاش تقدروا تدخلوا فيه وجميع المعلومات المتعلقه به. فبلا ما نطولوا في المقدمات ندوزوا ديريكت للديسكتوب، ليتس جو. اذا الدراري المنصه اللي غادي نتكلموا عليها اليوم هي بي واي دي فاي، وكتشوفوا هذا هو التطبيق ديالو. غنخلي لكم تحت في الديسكريبشن الرابط ديال التطبيق والرابط ديال الموقع ديال هذه المنصه هذه. غادي ندخلوا ليها وغادي نشوفوا بزاف ديال المزايا اللي كتمنحهم لك هذه المنصه. اولا السلاسه ديال التطبيق والسهوله ديالو. اول ما ندخل نسجل غادي ندير اولا هنا غنجي فوق غندير تسجيل، غنجي هنايا غندير البريد الالكتروني ديالي صافي @gmail.com. هنايا غنختار شي مود باس وغادي نديرو تسجيل مباشره. من بعد ما غنديرو التسجيل غادي يعطيونا واحد هاد اللعيبه هادي، غادي ندوزوها هنايا ها هي غتكون ملي غتولي هنايا غادي تفاليدا غادي ندخلوك الكونت. هنايا غادي يوصلك واحد الكود في الجيميل ديالك، واحد الكود غادي تدخلو ها هو كيما كتشوفو 96 04 27. غنديرو التسجيل هنايا، هذا غنديرو ليه تخطي ماشي ضروري، هذوك اصلا غادي الان واحد الهديه غنديرو هنايا تخطي. بعد ما نديرو حنا باغيين ندخلو نشوفو التطبيق كي داير، ربما في وقت لاحق هنايا غيقول لك احصل عليه كاين هدايا. الحاجه المميزه في هذا التطبيق هي كيعطوك واحد الهدايا وكيعطوك ايضا بعض الهدايا اللي كتوصلك من بعد الدعوه ديال الاصدقاء ديالك. اذا اول حاجه من بعد ما غندخلو لواجهه التطبيق غنشوفوها بانها الشكل ديالها بحال باينانس، بحالها بحال لي بلاتفورم الاخرين كاملين. غادي نشوفوا هاد الايقونات كاملين ديال التطبيق وغادي نشرح لكم التطبيق كامل، غير كملوا معايا الفيديو حتى الاخر. اولا الا بغيتي دير اول ايداع ديالك غتجي لقم ايداع الان، غتختار ثلاثه الطرق. كاين الايداع العادي اللي هو هذا، كتختار مثلا اليو اس دي تي مثلا تي ار سي 20 وكدوز سولد لهاد المحفظه هادي، ولا الطريقه الثانيه هي انه كتجي عاوتاني كتقوم بالايداع الان، ولا شي شراء العمله تبعيا. يعني غادي تجي لهنا وغادي تختار العمله ديالك مثلا اي عمله، مثلا نديرو هنايا الف كما كتشوفوا، غتختار التالي وغادي دير شراء الان مثلا، وغتجي تكروش هاد اللعيبه هادو وغدير تاكد وتمشي تخلص بالكارت بنكير ديالك عادي. ولا كاينه طريقه اللي مزيانه واللي كتعجب اي واحد، اللي اغلبيه الناس كيخدموا بها حاليا، هي شراء سولد بي تو بي. اسهل طريقه واللي كلشي راه عارفها، البي تو بي يعني كلشي عارف كيفاش يشري بي تو بي، فهمتي؟ يعني كاع الطرق متاحين حاليا في هذا الموقع. هذا الشيء اللي عجبني، يعني التطبيق سلس لواحد الدرجه ما يمكنش، وسهل لواحد الدرجه ما يمكنش، واحسن حاجه هي انه ولا كيدعم اللغه العربيه. يعني الا جيتي لهنا واختاريتي اللغه غتلقى انه كيدعم اللغه العربيه، ولا كيدعم اللغه حاليا اللغه العربيه غير مؤخرا. نمشيو ونشوفوا الايقونات. كاين هنايا الكشف، الكشف كيقول لك هنايا باش غادي تشوف العملات شحال واصلين حاليا. كما كتشوفوا البيتكوين حاليا 98 كان الابواب 100 كان بقى والو، غدا في تصاعد مده هذه اللهم بارك. هنايا الايقونه هذه الا بغيتي تدخل دابا تريدي بهذاك الشيء اللي عندك خاص يكون عندك سولد، وتجي تريدي بهذاك السولد ديالك، تشري وتبيع وقت ما بغيتي. عندك هذه الايقونه الثالث الرابعه الا بغيتي تداول تداول فوري. هنا هذه هي المحفظه ديالك، المحفظه ديالك الا جيتي مثلا غادي يكون عندك سولد، غادي تشوف هنايا مثلا اليو اس دي تي اللي عندك مثلا سولد بيتكوين، غادي تجي لهنا غطلع لك بيتكوين. طلعتي مثلا اختاريتي هنا غادي تشوف مثلا اي حاجه، مثلا حنا خلوها في يو اس دي تي حيت اغلبيه كيتعاملوا بيو اس دي تي. ها هو هنايا السولد ديالك، غادي تجي مثلا الا بغيتي تسحب غدير سحب وغتسحب عادي، خاص يكون عندك السولد ضروري باش تسحب. وكاين التحويل الا بغيتي تحول السولد ديالك مثلا من يو اس دي من مثلا بيتكوين يو اس دي تي كذا الى اخره، وبزاف الحوايج. انا غنخلي لكم المنصه وانتم غادي تدخلوا وغادي تشيكيو داك الشيء بديكم. انا غير كنوريكم دابا حاليا المنصه كي دايره والايقونات ديالو، وكنحاول نسهل عليكم وانتم غادي تدخلوا تكتشفوا. وغالبا غادي تدخلوا مع السهوله والسلاسه ديال التطبيق، غادي تجيكم الامور سهله وسهله بزاف. هنا مركز المكافئات، المكافئات اللي قلت لكم عاجبيني ديال بصح، مازال المكافاه الحاليه هي زيرو. كيقول لك اكمل المهام التاليه لكسب ما يصل الى 100 دولار، يعني غادي تكمل هاد المهام هادو. مثلا مكافاه التسجيل باش تلقي رمز ميزه غنديرو مثلا احصل عليه الان. هنا غيعطيونا واحد الكادو فابور، ها هو غنشوفو شحال غادي تجينا. جاتنا 2 دولار، 2.2 دولار، هادي 2.2 USDT. يلا فهمتي صافي. هنا قال لك مثلا قم بايداع 100 دولار لتلقي الرمز المميز. مثلا هنا غديبوز واحد 100 دولار، غادي تاخذ عاوتاني واحد هديه اخرى اللي كتراوح ما بين 0.1 دولار حتى 20 دولار. هنايا حزم تداول اكمل معامله، مثلا غادي تريدي بواحد 100 دولار وغادي تاخذ عاوتاني واحد الهديه
هديه اللي كتصرف بين 0.1 حتى 20 دولار. هنا يعطيك حزام التداول قال لك اكمل المعامله 100 دولار، يعني غادي تكمل المعامله ولا تكمل 300 دولار وغادي تاخذ عاوتاني هذه. هنا قال لك عاوتاني اكمل المعامله ب 100 دولار نص. المهم كيعطوكم مهام، هنايا مهام يوميه. المهام اليوميه كما كتشوف الايداع اليومي هنا قال لك الا كملتي 100 دولار مثلا كل نهار غتحط 100 دولار كل نهار غتربح هاد النقاط، وهاد النقاط حتى هما غادي تقدر انك تحولهم لفوند. هنا التداول الفوري اليومي كيقول لك اكمل المعامله غادي تريدي ب 100 دولار غادي عاوتاني تاخذ 10 نقاط. التداول العقود دائما اليوميه حتى هي غادي تكمل المعامله ب 200 دولار وغادي تاخذ 20 دولار اخرى زياده على ديك 10 دولار. هنايا كيقول لك دعوه يوميه، يعني قم بدعوه اصدقاء للتسجيل والتجاره، يعني كل ما كدعو اصدقاء ديالك جداد كتاخذ 10 نقاط اضافيه. كيفاش غدير دعوه الاصدقاء؟ غادي ترجع هنايا عطينك هنايا دعوه الاصدقاء كيقول لك شارك ودعو اصدقائك، يمكنك الحصول على قسائم نقديه من USDC. يعني غادي تجي لهنا عطينا ثلاثه الدورات. غادي نشوفوا الزهر ديالنا، نجربوا الحظ ديالنا، نشوفوا فين وصل هذا الشيء. شحال 58 عمله شي حاجه مزيانه. زيد خاصنا نكملوا المهام. زيد ارش 58 عمله واحده اخرى، باقي لنا جوج محاولات. يلاه انا شحال 18 عمله، نبقى والو نكملوا 100. زيد ارش 58 عمله واحده اخرى، 14 عمله هنايا. باش غادي تقدر ان تكمل السبينات ديالك غدير ادعو اصدقائك، غتكوبي ليها هكا وغادي تصيفط لصحابك، وفاش غادي يدخلوا غادي يعطوك سبينات وحدين اخرين. هنايا قم بدعوه الاصدقاء لمساعده، يمكنك الحصول على صندوق تجريبي، يعني غير ديمو 20 USDT، ويمكنك الصديق الحصول على صندوق تجريبي 5 دولار. يعني الا بغيتي تاخذ واحد 20 دولار مثلا جرب، غدير الدعوه ديال واحد جوج اصدقاء ديالك، صافي غيعطوك واحد 20 دولار جرب تريدي بها، جرب كذا باش تطلق يدك في التريدينغ وكذا. كاينه هذه ديال الهدايا، غتجي الهدايا هنا غدير، كاينين جوج، كاين ارسال وكاين استلام. ارسال كتجي تبارك على ارسال هنايا وكترسل الهديه، وهنايا كيعطوك واحد مثلا اللي كيرسل لك الهديه اللي كنت باغي تستلم هذيك الهديه، اللي كيكون راسل لك هذيك الهديه كيصيفط لك الرمز ديالها، كتدخله هنايا كدير لاست صافي كدير احصل عليها الان وكتوصلك هذيك الهديه ساهله. التداول التجريبي هنا كيعطوك واحد السولد وكتمشي كتيست كتجرب راسك في التداول، مثلا ما كنتيش كتعرف والو في التداول كتدخل هنا وكتجرب، كتبقى يعطوك واحد السولد وكتبقى تداول به وكتجرب باش تعلم مع الوقت وتولي تريدر بروفيسيونيل. هنايا في روبوتات التداول كيعطوك الكوبي تريد، كتجي كتكوبي كدير نسخ، مثلا ما كنتيش كتفهم والو كتشوف صفقات هنايا اللي رابحين الناس وكتختار الصفقه اللي مناسبك وكتجي حتى كدير نسخ وكتمشي وكدير نسخ لهذيك الصفقه، وحتى دخلتي في الصفقه اللي ديجا كيكون رابح فيها مثلا شي واحد اللي كيكون تريدر بروفيسيونيل. هو كما كتشوفوا الاستثمار الفوري كاين بزاف ديال الحوايج فيها، كاين الشبكات العقود الاجره وكاين المارتينغ الفوري كما كتشوف. غادي نرجعوا حاليا، صراحه العربيه كتسهل عليك بزاف الخدمه في هذه المنصه هذه كما كتشوفوا. كنظن اننا شرحنا اغلب النقاط اللي خاصنا نشرحوها ولا اغلب النقاط المهمه. الى عندكم بعض الاسئله نتمنى تخلونا في التعليق ان شاء الله نديروا عليهم فيديو اخر، وما تنساوناش باللايكات ديالكم فضلا وليس امرا، ونتلاقاو فيديوهات اخرى ان شاء الله.